صباح الخير مشاهدي قناة سامراء الفضائية، معكم دكتور يعقوب الهاشمي أخصائي حشوار الجذور من مركز ماسترز أوف بيوتي. اليوم راح نتحدث لكم على حشوار الجذور. حشوار الجذور هو جزء مهم من عملنا بطب الأسنان. أهمية حشوار الجذور هي معالجة عصب السن لما يكون تالف بسبب البكتيريا اللي تصيبه. لما توصل البكتيريا للعصب بسبب أو لآخر، إذا كان السن مكسور أو إذا كان أكو تسوس بهذا السن، البكتيريا لح تعفن العصب اللي بداخل السن. لما هاي المرحلة توصل يصير ألم شديد، يصير ممكن أنه هذا الألم يتطور ويصير خراج بداخل العظم، وهذه الأمور لازم تتعالج حتى المريض يقدر يستخدم سنه بصورة صحيحة بدون مشاكل بدون ألم، وإضافة إلى حماية صحة العامة من الخراج اللي راح يتكون بالعظم. طبعاً خطوات علاج حشوة الجذر هي عدة مراحل. أول مرحلة هي رفع عصب السن، بعدين تنظيف القنوات الدقيقة، وبعدين ملئها بالمواد الخاصة بحشوة الجذر. هذه المراحل بمركزنا كلها تتم عن طريق جلسة واحدة. هسه ممكن واحد من المشاهدين يسأل يقول ليش جلسة واحدة؟ قبل احنا نسمع كنا 3 جلسات او 4 جلسات او قسم من الاطباء حتى 5 جلسات يسوي حشوة الجذر. لانه حقيقة التدريب اللي انا ماخذه الخاص اللي هو باختصاصي حشوار الجذور يساعدني انه اقوم بهذا الشيء بجلسة واحدة، اضافة الى استخدام الادوات والاجهزة الخاصة بحشوار الجذور مثل الميكروسكوب الجراحي وبعض الادوات الخاصة اللي احنا نجهزها بمركزنا على مود نسوي حشوة الجذر بجلسة واحدة بدال ما نضيع بها وقت المريض بروحه وجاية على مود تكمل جلسات حشوة الجذر. اضافة الى هذا الموضوع هو اهمية حشوة الجذر. ليش احنا نسوي حشوة الجذر؟ ليش ما السن اللي يتسوس وينكسر وتوصل البكتيريا للعصب، ليش ما نقلع على السن؟ طبعا بالتأكيد الجواب لهذا السؤال هو ماكو شيء عوض السن الطبيعي. ممكن واحد يتساءل يقول طيب الزراعة موجودة؟ نعم زراعة الأسنان موجودة، بس موجودة لغرض استبدال السن المفقود. إذا أكو السن موجود وممكن معالجته، طبعا عمره ووظيفته أفضل هواية من ما أنه نبدله بزرعة. بس إذا السن مفقود أو إذا السن ما ممكن معالجته حتى بحشوة الجذر ذاك الوقت، لا، الزرعة هي الخيار الأول والأفضل لاستبدال الأسنان المفقودة. بس إذا السن لازم السن ممكن بقائه، فبالتأكيد هو أفضل الإحساس بيكون طبيعي، قوة السن تكون موجودة بالأكل والمضغ، فما ممكن استبدال السن الطبيعي بأي شيء صناعي حتى وإن كان زرعة إلا إذا كان السن مفقود. واحدة من أهم الفوائد من حشوة الجذر هي معالجة الخراج اللي مصاحب للأسنان المتسوسة واللي التسوس مالتها واصل للعصب السني. وبهاي الحالة حشوة الجذر راح تعقم داخل القنوات وتنظفها من البكتيريا وتسمح لكيس الخراج بالالتئام وتسمح للسن ببقائه وأداء وظيفته الطبيعية بدون ألم وبدون مشاكل بعظم الفك. مشاهدينا الكرام، انتهت فقرة صحتك لهذا اليوم، وانتظرونا بفقرات جديدة إن شاء الله بما يخص حشوار الجذور.